مسيرة والتحرك تاع اللاعبين في وسط الميدان، تأهيل اللاعبين الجدد في الأنفاس الأخيرة قبل بداية البطولة. كرة أتلتيك بارادو، كرة لغاية الآن أتلتيك بارادو يتفوق فقط بإقحام لاعب واحد إسلام شيبور مدافع محوري الذي سقط. بركون في أتلتيك بارادو، تروح من هناك ناحية بوزوك، يمرر ناحية الكرة الدور كما ينبغي بين عناصر أتلتيك بارادو، والانطلاقة من وسط الميدان وجد الفراغ. التسديدة والهدف الأول لصالح نادي أتلتيك بارادو. اللاعبين هذه وضد يحتل يعني التوقيت تاع التدريب مع هذا الفيروس حتى اليوم كانت ويبعد الخطر في اخر لحظه. الدفاع يتدخل عن طريق اسلام شيبور، كره لايمن بوغرا، شوف هنا طلب الكره بوسيف، لكن شوف هنا سبعة لاعبين من جانب عام أتلتيك بارادو، يمرر من هناك دايدو يوم شاهد هنا عنده الكرة والانطلاقة من هناك مرة أخرى لصالح بارادو. دخل بالتشكيلة الآتية: في الرحيب بوغرا، شيبور، دوار، موالي، زرقان، بركون، رجم، يوسف، بوسيف، بن بوعلي وبوزوق، بينما سريع غليزان دخل بالتركيبة البشرية الآتية: زايدي، بوزيد، عايش، مزاري، بارادو التي سيطرت صالح أتلتيك بارادو والانطلاقة من بوسيف. بوسيف خطير لما يأتي من بعيد، وكرة أخرى لصالح نادي بارادو عن طريق بوسيف. بوسيف يمرر عبر كفة التراب الوطني وعبر كفة المعمورة. الأداء تاعو من حيث يعني الكونديسيون فيزيك تاعو ما شفناش كثير، ما أظن أنه بزقون هو اللي بركون ناحية الأمام. شوف الكرة كيف الدور بين عنق ناحية غراب ثم بوسيف. بوسيف يغير تماما الجهة ناحية زرقان، زرقان تعود الكرة ناحية بوسيف، طلبها غراب. يعني المستوى نزل، الريتم تاعو نزل، نفس النمط تاع اللعب تاعهم هو التمريرات القصيرة هذيك، ولكن